دكتورة ترى ماكو صوت. ماكو صوت، صوت ناصي. لا أصلا ماكو صوت. اوكي، انا راح اشير لكم اياه، هو هذا الفيديو، وانتوا شوفوا بعدين براحتكم. هذا المهم، شفتوا مكان البوزدام اريا انتوا. المهم عندي، شفتوا مكان البوزدام اريا وين صاير، شفتوا الهاميولار نوش وين موجودة، شفتوا الطريقة شلون بالقلم حددها، شلون خلى البيشنت يقول وحدد لي المكان. اليوم هو محاضرتنا كلها راح تكون عن البوزدام اريا، شلون اسوي بوزدام اريا او البي بي اس مالت البيشنت. هسه اشير لكم اياه الفيديو، هو لما تسمعونه يعني تقريبا يشرح المحاضرة مالت اليوم كلها. زين، فاليوم بالمحاضرة مالتنا راح نعرف شنو هو الديفينيشن مالت البوستيريور فيتال سيل اريا، والفانكشن مالته، اللوكيشن وين موجود، كلاسيفيكيشن اوف سوفت بلت، وين راح اخلي البوستدم اريا مالتي، وين راح اخليها، التكنيك اللي ارتب فيها البوستدم اريا او البي بي اس، الدايمنشنز مالتها لانه هي لها ابعاد معينة مثل ما شفتوه لما رسمها على الكاست وحفرها، والديفكت اللي ممكن يصير عندنا بهذه المنطقة. فاحنا اللي وش نسوي سيل، لانه السيل prevent passage of air and saliva moisture example to مثل to adapt the glass slab with a film of fluid between them. السيل احنا نسوي حتى نمنع انه السلايفة تدخل بين الدنتشر، سلايفة وهواء، مو بس السلايفة، سلايفة وهواء تدخل بين الدنتشر بين السوفت تشو، فمن تدخل هذه الاشياء بيناتهم راح رأسا loss of retention يوقع الدنتشر مالتي. بالضبط مثل القاعدة، اذا تذكرون الجلاس سلاب كنا نسوي عليها، نخلي عليها بلاد سمير، ندخلها جوا المجهر ونفحصها، هاي الجلاس سلاب الرفيعة، لما نخلي بيناتهم نقطة مال المي ونزقهم وحدة على اللخ، بعدين صعب نقدر نفصلهم، ما نقدر نفصلهم، من نيجي نسحب وحدة عن اللخ كل وحدة جهة ما نقدر، يعني وحدة يمين وحدة يسار ما تطلع، اذا نريد نسحبهم هيجي شلون افصلهم، ازحلقهم اني، ازحلقهم كل وحدة جهة يلا اقدر افصلهم. زين، هو هذا السيل. ال PPS found at posterior border of denture of upper denture، هو في الثيكنينج احنا نخليه بالنهاية ال posterior مالت ال upper denture. زين، شكلها يكون butterfly shape مثل فراشة. راح تضغطين شوية على soft tissue الموجود بال soft palate حتى يعني نهاية الدنتشر تكون نفس مستوى السوفت تيشو مالت البيشنت، بحيث من يخلي لسانه لورا ما يحس اكو فد مكان، فد ارتفاع مالت الدنتشر بعدين انخفاض للسوفت تيشو، لا احنا نخلي هذا البي بي اس مالتنا حتى يضغط بالتشو، حتى يعني نهايته تصير فت ويا التشو. البي بي اس اريا هي التشو بياند جنكشن بين الهارد والسوفت بلت، يعني هي مو على الهارد بلت، هي ورا الجنكشن اوف سوفت اند هارد بلت، ابلايد within the physiologic limit to aid in retention of denture by seal. زي قلنا الريتنشن مثل ما ذكرنا قبل شوي. الفانكشن مالتها الوحده اسوي عن البي بي اس او السيجنفيكانت الها. زين، اول شيء مثل ما ذكرنا الريتنشن، ريتنشن للماكسيلاري دنتشر، وهو هذا اهم شيء انا دا اسوي. شلون نسوي لنا بوستيريور سيل تمنع انه السلايفا والهواء تدخل، فالسلايفا راح تشتغل، ان تذكرون هالمحاضره اللي ذكرناها بالادهيجن والكوهيجن وثين فيلم اوف سلايفا، شلون راح يشتغل بيناتهم بين الاثنين ويسوي لي الريتنشن، فورس اوف ريتنشن. للي نساها، الادهيجن هي الاتراكشن بين dissimilar molecules والكوهيجن بين السيميلر molecules. الوظيفة الثانية اللي قلنا يمنع لنا الفود accumulation جوا البوستيريور بوردر حتى ما يدخل، و reduce awareness of patient to this area and reduce gag reflex. يعني لو كان الدنشر بوستيريورلي اعلى من التشو، البيشنت راح تصير سول تبي كل شوية راح يخلي اللسان اللي ورا رجعه ويقول لك هذه سوي عندي جاجنج وهذه ما مريحتني وهذه ما عاجبتني. فاحنا نسوي هذه الطريقه حتى يعني نقلل انه البيشنت يظل يتحسس بلسانه ويقلل الجاج ريفلكس له.
At PPS, polished surface as thin, but fitting surface is thick. ها بالدنشر مالتي posteriorly منطقة ال PPS راح يكون من ال polishing surface انت ما راح نشوف شيء من الباولة وهو الدنشر ال patient لابس الدنشر وفتشي soft وكل شيء ما مبين. وين راح نلقاها هذه؟ مثل ما شفتوها بالفيديو مثل ما اشوفكم اياها بالصور راح تكون بالفيتنج سيرفيس زين، بحيث انه هي تضغط على التشو. البولش سيرفيس اللي صاير بالفلت راح يكون سموث، فالتانج ما راح يصير يعني ما يتحسس اي شيء الليفيشن بهاي المنطقه زين، راح يقلل لنا البيشنت ديسكومفورت بروفايد ثيك ديستينكت بوستيريور بوردر. شفتوا انتم هذا بالفيديو هسه بالموفي لما نخلي الاكريليك على الكاست مالتي صار بوليمرايزيشن شرنكج، صار عندي سبيس بوستيريرلي بين الدنتشر مالتي بين البلت، فصارت عندي جاب، هذه الجاب يدخل من عندها السلايفا وهاي الاشياء. فاحنا لما نخلي نزيد الثيكنس مالت الاكريليك بوستيريرلي راح اعادل البوليمرايزيشن شرنكج اللي ممكن تصير عندي، فاقلل نسبه حصول هذه الجاب. If not present with increased warpage and shrinkage, so separation occur between denture and tissue posteriorly, loss of retention for food accumulation beneath denture. إذا ما ضبطناها بصورة صحيحة. وأيضا provide distinct landmark for finishing posterior border of maxillary denture. هي اللي راح تحدد لي أني وين ال posterior ال upper posterior ال upper denture should end posteriorly. هي اللي راح تكون الجايد إلي. نجي على المكان مالتها، شلون أحددها أني؟ هي طبعاً area، postdom area، صايرة وين؟ بين الـ anterior والـ posterior vibrating line. إذا تتذكرون من صف ثاني إحنا عندنا two vibrating line، anterior vibrating line والـ posterior vibrating line. الـ anterior vibrating line راح صاير عندنا وين؟ بين شو أول شو عندي junction hard pellet، بعدين رأساً junction وياه soft pellet. عندي junction قلنا ال hard pellet، ال junction مالته ويا ال soft pellet. بعده بمسافة قصيرة أخلي يعني عندي هذه ال hard pellet إحنا، وهذه هنا ال soft pellet. بين ال junction hard و soft pellet posterior إلى بشوية أكو هذا ال anterior vibrating line. يبدينا من الهاميولار نوتش زين من جهة وينتهي بالهاميولار نوتش بالجهة الثانية. شلون الطريقة أني مالتي حتى أحدد هذا الفايبريتنج لاين؟ أضبط طريقة هي إنه نقول للبيشنت سد خشمك بإيدك وأنفخ. فمثل ما شفتوها بالفيديو لما البيشنت ينفخ أو يعني يحرك السوفت، تتحرك السوفت بلات عنده، راح يصير عندي أقدر أشوفه بعيني منطقة اتصال جزء متحرك وجزء مو متحرك. أقدر أميز بين الجزء السوفت بلت اللي يتحرك أثناء الفانكشن والجزء الثاني اللي ما يتحرك. فهذا مكان الحركة يعني أقدر، هو راح يعني ينطيني نرسمه بهذا اللي لونه أزرق، هذا اللي نسميه قلم الكوفية. إذا يمكن شايفينه هو مثل الرصاص، بس لما نبلله يصير عليه رطوبة يصير لونه هذا البنفسجي، يرسم على الفلت مات البيشنت. فنرسمه داخل البيشنت ماوث. Can be marked by indelible pencil or blunt instrument. Blunt instrument هذا اللي انتو شنتو شايفينها هسه، كان لازمها البريودنتال بروب، يعني الحافة مالته مو حادة والتشك وتعور. زين نتحسس المكان منين بدايته منين نهايته. شو نقول للبيشنت؟ نقول له قول short vigorously. زين فمن يقول راح يحرك لي السوفت بلت، راح اشوف منطقة الحركة بين الهارد والسوفت بلت وارسمها بالخط هذا بالقلم مالتي. هو صاير anterior to posterior vibrating line، قلنا اكو بعد ورا مسافة vibrating line ثاني اللي هو posterior vibrating line. At midway between the hamular notch and median palatine rifle by 5 mm arbitrary. المكان مالته الميديان بلاتاين ريفي، تعرفون هذا الميديان بلاتاين ريفي، هذا اللي بالنص هو الميديان بلاتاين ريفي. زين، وال من الهاميلر نوش عندنا تو هاميلر نوش،
المدوي إله منتصف المسافة هو الميديان، فلا تايم ريفي. زين، شلون يكون عندي شكله؟ هذه عندي بالصورة رسمت لكم الانتيرير فايبريتنج لاين والبوستيرير فايبريتنج لاين. الانتيرير فايبريتنج لاين يسمونه الكيوبيد ارك او كيوبيد ارو كيوبيد بو، اللي هو هذا شايفينه القوس مات كيوبيد، كيوبيد اله الحب هذا عند اليونان. فهذا احنا الفايبريتنج لاين سموه كيوبيد ارك او بو او ارو من شكل الارك هذا اللي عندنا من شكل القوس. زين، ابي تو كونفكسيتيز، اثنين، وحده هذه وحده وحده الثانيه. ليش اكو هذه المنطقه اللي بالنص هيجي؟ هاي ليش هيجي صايره عندي مو ستريت لاين؟ لانه اذا تتذكرون بالاناتومي مالت الهارت بلت هنا أنا موجود عندي البوستيريور نيزل سباين، فراح ينطيني هذا الشكل هنا أنا بهاي المنطقه. هذا هو انتيريور فايبريتنج لاين. نجي على البوستيريور فايبريتنج لاين اللي هو هذا باللون الاحمر، هذا بوستيريور فايبريتنج لاين. في المنطقة بين الانتيرير والبوستيرير فايبريتنج لاين هي نسميها البوستدم اريا. البوستيرير فايبريتنج لاين imaginary line at the junction between tensor villi of palatine muscle and muscular portion of soft palate between two humeral notch. يعني الانتيرير والبوستيرير فايبريتنج لاين اثنيناتهم يبدون من هاميلر نوتش من جهة وينتهون بهاميلر نوتش بالجهة الثانية. اثنيناتهم لهم نفس البداية ونفس النهاية، بس المكان مالتهم بالوسط راح يختلف، وحدة صايرة لي قدام وحدة صايرة لي ورا. هو line demarcation between part of immovable part of soft palate and movable part of soft palate. ال anterior vibrating line كان هو منطقة اتصال ال attach، يعني أول ما soft palate soft tissue متصل بالهارد تشو مالت البلت، يعني بهاي المنطقة صار على السوفت تشو مو على الهارد تشو، بس في بداية اتصاله بالهارد تشو. البوستيرير فايبريتنج لاين صاير بين الموفابل والاموفابل بارت من السوفت بلت، يعني هي منطقة صغيرة. ترى هاي الحكي كله دارس ما اني دا احكي وكبير هيك بالصورة، هي المنطقة كلش صغيرة مثل ما شفتوها اول شيء باول دنشر. الميثود اوف لوكيت، شلون احدد البوستيرير فايبريتنج لاين؟ احنا قلنا الانتيرير فايبريتنج لاين اخلي البيشنت يقول وارسم بالقلم الاندلتول مالتي. هذه نفس الشيء هماتي، انا البيشنت يقول ان ان اكسجريتد فاشن، يعني على كيف هيك طويله يعني يضرب مواويل ونحدد المكان الموفابل بين تو هاميلر نوتش ونرسمه بالقلم مالتنا. بعدين نجي نحدد الفوفيا بلاتاين، الفوفيا بلاتاين حتى اعرف الريليشن مالته للفوفيا بلاتايني. ال ال البوستيرير فايبريتنج لاين ابعد من الفوفيا بلاتاني ب 2 ملي. هذه هي الفوفيا بلاتاني اذا تذكرونها بالصف اول صف ثاني سوري، ونرسم البوستيرير فايبريتنج لاين حسب الفوفيا بلاتاني مالت البيشنت. زين، فهاي هسه قلت لكم اياها ال PPS هي area مو line، عندي two vibrating line والarea اللي بيناتهم اسمها ال PPS. فال PPS present at immovable part of soft palate vibrate without movement and can be pressed. يعني هي اثنيناتهم anterior و posterior موجودين على ال immovable part، وهذا ال part immovable و can be pressed. لويش؟ لأنه أني لو عبرت البوستدم اريا مالتي على موفابل بارت، هذا الجزء الموفابل اللي يتحرك راح يوقع لي الدنشر، لأنه احنا دنقول هو موفابل متحرك مو ثابت. فأني أحتاج سوفت تشو بس أحتاج يكون فيكسد مو موفابل، لذلك أخليه على جزء السوفت بلت اللي هو موفابل. لو كان أندر إكستندد يعني وين صار على الهارد بلت. زين، الهارد بلت شنو بيها؟ بيها بون، يعني أنا ما أقدر أضغط عليها، نون كومبريسبل أريا. فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي مكان عالي اللي ورا البيشنت يحس بأصبعه وراح يسوي عنده جاج ريفلكس. زين، إذا أوفر إكستنشن سوينا، ش راح يصير أوفر إكستنشن؟
لا، اذا شورت ما يسوي لي جاج ريفلكس، بس اذا اوفر اكستنشن يسوي لي جاج ريفلكس. اذا شورت بس ما نقدر يسوي كومبريشن على الهارد تيشو على البلنس، فيظل عالي من ورا الدنشر ما تظل عالي. بس اذا هذا اندر اكستنشن، اذا اوفر اكستنشن راح ينزل على سوفت تيشو، السوفت تيشو يتحرك، شو يصير؟ يصير انستابيليتي ويصير جاج ريفلكس عند البيشنت. اي واحد بينا، مو بس اي واحد بينا، دخل اصبعك على الموفابل بارت مالت السوفت بلت، يصير عندك اكستريم جاجينج. البي بي اس هاز جريت رول ان ريتنشن اجينست جرافيتي. الانتيريور والبوستيريور فايبريتنج لاين بيجن ات هاميلر نوتش، اثنيناتهم يبدون على الهاميلر نوتش. الفوفيا بلاتيني لوكيتد ات سايد اوف ميديان بلاتين ريفي. انتيريور تو انتيريور فايبريتنج لاين 1.3، وبعدين قلنا وانتيريور للبوستيريور فايبريتنج لاين 2 ملي قلنا. ميديان بلاتاين ريفي نوت انكلودد ان بي بي اس اريا. الميديان بلاتاين ريفي ما لنا علاقه بيه، ما يصير نخلي البوست دام اريا مالتنا توصل اليه، لانه شفتوها انتم امتداده. نرجع نشوفها بالصوره، هذا هو الميديان بلاتاين ريفي. شوف أنا ما وصلت له بال vibrating line مالتي ولا بالبوست دام اريا، ما يصير أوصلها عليه. وإذا كان أكو هنا يعني مرات عندنا يكون عالي هاي المنطقة الجنكشن عالي السوتشر هذا، لأنه هو سوتشر هذا ميديان بلاتاين سوتشر، إذا كان يعني عالي لازم نسوي له سيرجري، أو إذا أكو تورس بلاتاين نصب هاي المنطقة هم لازم نسوي له سيرجيكال ريموفال. هسه هذا موضوع يعني اتصور موجود بالكيس شيت مالتكم، البوست دام اريا مالت البيشنت، حتى اعرف انه قد عنده بوست دام اريا يكفيني، تكفيني وين راح اخلي الفايبريتنج لاين. لازم اعرف اني السوفت بلت مالت البيشنت هذا يا كلاس depend on width of posterior palatal cell with degree of curvature of soft bullet. زين، عندنا 3 types of soft bullet. class 1 gentle curvature of soft bullet، الهارد والسوفت بلت nearly as in one line، اللي هي هذه بالصورة الأولى gentle curvature. شوفوا كأنما الهارد بلت هذا الجزء الأسود هو الهارد بلت، كأنما الهارد بلت على نفس اللاين ويا السوفت بلت. مطيتني شوفوا يعني هاي الزاوية بيها كيرفتشر، شوية كيرفتشر بسيط، زاوية بسيطة. ال بي بي اس مالتي راح تكون عندي وايد اريا اكثر من 5 مللي. زين، ف decrease the limit of movement of most favorable، هذا هو الكلاس 1 most favorable. الكلاس 2 الكيرفتشر مالت السوفت بلت اكثر من الحالة الاولى، فراح ينطيني الاريا اللي ممكن احط بيها البوست دام اريا مالتي، ممكن اسوي بيها سيل للدنشر، راح تكون 3 إلى 5 ملي. هي هذه المنطقة اللي لازم أخلي السير مالتي بيها. بينما كلاس 3 هاي مثل ما تشوفونه السوفت بلد كلش الكيرفتشر مالتها قوي، فالاريا حتى أخلي بيها السير مالتي البوستيريور سير راح تكون كلش قليلة، أقل من 3 ملي. فهذه هي الليست فافرابل بالريتنشن. شوفوها أنتم مثل ما واضحة بالصورة، وين راح أخلي أنا البوست دام اريا؟ على هارد بلت ما اقدر، نون كومبريسبل اريا، لازم اخليها على سوفت بلت وعلى الاموفابل بارت مال السوفت بلت، فلانه المنطقه كلش قصيره راح تكون عندي هنا أنا مشكله بالبوست دامين. ان كلاس 3 سيندروم، كلاس 3 سوفت بلت كومبرومايز او اكومبانيد وذ واي شيب هارد بلت ديكريز ادابتيشن اوف اكريليك دنتشر بيز وذ ات and V-shape arch decrease surface to compensate retention أو to compromise retention. الكلاس 3 الريتنشن بي راح يقل عندي لأنه ما عندي soft tissue كافي مثل ما قلنا قبل شوية، وإذا كانت ال V-shape arch هماتنا راح يأثر لي على الريتنشن مالت الدنشر. The more resorbed edentulous ridge the more difficult to determine configuration of soft bullet، لأنه راح تصير على السوفت بلت والهارد بلت اللاين مالت الديماركيشن صعب، تقريبا يصيرون نفس الليفل، كل ما يزيد الريزوربشن كل ما
يكون صعب علينا انه اميز بين الجنكشن بين السوفت والهارد بلد. هسه نجي على الطرق شلون اني احدد البوست دوم اريا مالتي. الطريقة التقليدية هي انترا اورالي، نحددها انترا اورالي وبعدين ننقلها للكاست، نسويها سكرابينج على الكاست. زين، ايش وقت اخذها انترا اورالي؟ اذا انا من البداية اخذت الامبريشن ونسيت، اذا ما ماخذ الامبريشن اقدر من البداية اسويها، واذا اخذت الامبريشن يعني هي قصدي بالفاينل امبريشن، اذا ما صبيتها انا وذكرت اقدر اسويها بمرحلة الفاينل امبريشن، واذا نسيت وديتها للمختبر وبعدني ما مسويتها فاقدر اسويها بمرحلة الجو ريليشن. احنا اشتغلنا كيسين او ثلاثة ما سويناها بالعيادات عندنا لانه ما كان عندي قلم حتى اسوي البوزدام اري، فاعتمدنا انه بس اشوفها بالبيشنت حسب الريتنشن مالت الدنشر مالتي. على هذا الاساس انا اعتمدت، بس لو توفرون لنا الاندلبل بنسل لا يصير شغلنا مضبوط اكثر. نرجع للحكي مالتنا الكونفنشنال او السكرابينج. سكرابينج يعني احفرها اني بايدي. افتر امبريشن ستيج، خلصت الامبريشن كملتها، قصدي الفاينل امبريشن شو اسوي؟ مثل ما شفنا بالموفي هسه نسوي بالبيشن للهاميلار نوتش بالمرار مالتي باصبعي، اشوفها اتاكد من مكانها وين زين، بعدين اسوي الانتيرير والبوستيرير فايبريتنج لاين احددها حق البيشنت، ارسمها بالاندلبل بنسل. زين، شو اسوي؟ الامبريشن مالتي انا ما اخذتها البيشنت ارجعها بحلق البيشنت، البس الامبريشن من جديد، البس هي انزع ايش راح يصير؟ راح ينطبع هذه الخطوط اللاينز انتيرير بوستيرير فايبريتنج لاينز راح تنطبع على الامبريشن مالتي. زين، اذا انطبعت طخ بعد احسن، اذا انطبعت خفيفه ممكن اوضحها، مو ارسم جديد، اوضحها نفسها على الامبريشن. ممكن اذا انا سويت ستريلايزيشن عقمت الامبريشن مالتي مثلا رشيت عليها كحول وهذه راح يروح اللاين مالتي او يصير خفيف، اما انا اقدر اني اوضحها بالقلم مو ارسمها من جديد، اوضحها توضحت على الامبريشن، بعدين انا من اجي اصبها بالستون راح تنرسم على الستون، راح ينرسم شكلها على الستون على الكاست مالتي. زين، انرسم الشكل، اجيب الواكس اللاكرون مالتي وعلى كيفي اسوي لها كارفينج بالابعاد اللي راح بعد شوي نتطرق لها. زين، هاي حاله، في حاله انه في ستوني ماخذ امبريشن ودا اسوي اريد البي بي اس. زين، اذا انا يعني نسيت اسويها بهاي المرحله اقدر اسويها بالمرحله الجوريليشن. نفس الشيء هماتين حدد الانتيرير بوستيرير فايبريتنج لاين واحط البايت بلوك مالتي او الريكورد بلوك بحلق البيشنت، اكمل الريليشن مالتي كالعاده راح ينطبع الاثر مالت المارك التو لاينز اللي انا راسمتها مالت الاندلبل بنسل، ينطبع لي على الفيتنج سيرفس مالت الدنشر، ولما ارجع على الكاست ينطبع على الكاست ونحفر مكانها نحفره بالكاست. الادفانتجز مال هاي الطريقه انه اكيوريت ريكورد للفايبريتنج لاين لانه انا بايدي راح ارسمه. زين، واكيوريت مور ريتنشن مور ريتنتيف ترايل دنشر، ترايل دنشر مالتي راح يكون مور ريتنتيف. بعدين الجوريليشن اذا سويتها من البدايه هذه الجوريليشن راح تكون مضبوطه، فمن يجيك البيشنت عنده في حاله يعني هو في حاله جوريليشن وهو البايت كلش ريتنتيف بحلقه يتحرك يسوي فانكشن ما توقع من حلقه، فأكيد ثقة البيشنت راح تزيد، التراست مالت البيشنت يزيد عندك. A new denture wearer realized the PPS so decrease final adjustment. فاللي بعده استوى لابس الدنشر ما لابس دنشر قبل، نقدر بهاي المرحلة نشوف يعني حسب تقبله لل PPS وحتى يعني نشوفه شغلي صح لو لا، ممكن بهاي المنطقة يعني بمرحلة، لانه راسا راح يقول لك احس فتشي هنا، يسوي عندي جاجنج هنا، بيضغط زايد هنا. زين، فنقدر بهاي المرحله نصلح اذا اكو فتشي غلط ديفكت. الديس ادفانتجز الها، هي صحيح انطتني الاكزاكت بوزيشن مالت التو فايبريتنج لاين، بس ما انطت بدون يعني احنا بنحفرها على الكاست اربيتراري، ما نعرف يعني ايش قد الفسيولوجيك ليميت، نوت فسيولوجيك.
هالف فيسيولوجيك وهالف اربيتراري. جزء احنا اخذناه الفيسيولوجيك اللي هو البوزيشن من البيشنت، بس جزء الكومبريشن ايش قد اضغط اني هذه ما اخذتها من البيشنت. اني هاي وحدي جبت الكاست وحفرت، حفرت بي مليم ونص ومليم وثلاثة وحددتها زين. فهاي الديس ادفانتجز الها، ولانه اني جيت حفرت بكيفي ما اعرف ايش قد الكومبرسبيلتي اوف ذا تيشو مات هذا البيشنت، فحفرت بكيفي اني حطيت ارقام افتراضيه وحفرت على اساسها، فممكن اكون مسويتها اثخن من اللازم فسوي لي اوفر كومبريشن على التشو. هذه الطريقة كانت conventional الاعتيادية. الطريقة الثانية عندي functional أو physiological، ومثل ما تعرفون أي شيء اسمه functional أو physiological معناتها البيشنت هو اللي راح يسوي لي، وأي شيء أي حركة أي قياس البيشنت هو اللي راح ينطيني إياه، فهذا هو اللي راح يزيد لي الريتنشن مالت الدنشر بعدين، لأنه جاي accommodate أسوي accommodation للدنشر مالتي على أساس الفايندينج مالت البيشنت نفسه. فمن اسمها هي راح تعطيني الدبث والوث اكيوريتلي تنطيني اياها، لانه كلها راح انقلها اني من فم البيشنت. شلون اسويها؟ اعين الانتيرير والبوستيرير فايبريتنج لاين بالبيشنت ماوث، بعدين اخذ امبريشن زين، فراح تنتقل الهاي لاينز الخطوط الرسم راح تنخلي راح تطلع لي تنطبع على الامبريشن مالتي زين. بعدين اجيب نوع من نوع خاص من الواكس، هسه راح نذكر انواع هذا الواكس، اخليه على البي بي اس اريا اللي مرسومه بهذني اللاينين انتيرير بوستيرير فايبريتنج لاين، اخلي واكس عليهم ارجعها اخليها بحرق البيشنت. شنو اقول للبيشنت؟ اقول له سد خشمك وانفخ. ايش راح يصير؟ راح يحرك السوفت بلت. اقول له قول اكس اجريجيتد، بعدين نون اكس اجريجيتد يعني يعني مستمرة طويلة هيجي، بعدين هاي الحركات هيجي يسوي لنا، هاي يقول لنا يعني هاي الحركتين. ايش راح يسوي لنا البيشنت؟ نفس الحركات اللي انا سويتها لما كنت اريد اسوي، قلت لكم نسوي البوست دام اريا، شلون كنت اسويها؟ اسجلها بالمرحلة البوردر مولدينج اللي اشتغلنا وشافوني، كنت اسوي تيلتينج للبيشنت هيد، انزل وجه البيشنت لي قدام حتى اسوي يعني حتى تنشن بالمصل بمات السوفت بلن، فادنك حرق البيشنت لي قدام، اسوي ريفراكشن او تلتنج للهيد مات رايت وليفت 30 درجة، بعدين مو فيعني 30 درجة ينزل راسه ويتحرك يمين يسار، راح يسوي لي كارفينج للواكس لانه هذا الواكس هو سوفت، فراح ينحت لي الواكس بحلقة حسب الكومبرسبيلتي مال التشو، راح ينطيني قياس مضبوط. الادفانتجز الها شنو قلنا الادفانتجز؟ راح كومبرس التشو within the physiologic limit of the patient، هو اللي راح يحدد لي ايش قد الثيكنس مالت الواكس، ايش قد يعني راح اخلي هذا الواكس بعدين راح يتعوض باكريليك، فهو البيشنت اللي راح يحدد لي الثيكنس مالت البوست دام اريا. بعد راح يكون عندي more retentive denture. So correct jaw relation with patient trust the dentist. The denture يعني trust you because the denture is retentive. ليش يكون retentive؟ لأنه راح يعطيني posterior seal مضبوط، هذا الواكس اللي أنا حطيته راح يسد لي كل الفتحات اللي موجودة بين ال impression أو بين الدنتشر مالتك، أو إحنا حاطينها على الإمبريشن، فراح يسد لي كل الفتحات بين الإمبريشن وبين الفاولت مالت البيشن، فراح يكون الدنتشر مالتي مور ريتنتف. وبعد شنو راح يغنيني عن انه الزم الكاست بايدي واقعد اسوي سكرابينج واحفره، راح اخلص من هاي المرحله. ليش؟ لانه هو اصلا راح يجي بفد اليفيشن لما اصب الامبريشن مالتي اصب الكاست راح يطلع شكلها ينرسم عندي بالكاست مالتي. الوكس اللي استعمله بهاي الطريقه هو مو الوكس العادي، لا عندي انواع خاصه من الواكس اللي يعني مور فلوبل تكون بالدرجه الحراره العاديه، الايوا واكس والادابتور واكس والكوركتا واكس والاتش ال واكس او اتش ال بيست، هذين الاربعه هم لانه درجه الانصهار مالتهم نفس يعني قريبه كلش على درجه الاورال كافيتش، فتصير
فلويدتي يصير بيها ليونة بالبيشنت مالك، ويقدر يسوي لها موديفيكيشن او كارفينج بحلقه. صار هسه عندي طريقتين، الكونفنشنال انه اني اجيب بايدي ارسم اطبعها، يعني انقل مكانها للكاست بس احفرها على الكاست بايدي. الطريقه الثانيه كانت الفانكشنال، هو البيشنت يسوي لي كل شيء ما تعب روحي يعني. الطريقه الثالثه اربيتراري. اربيتراري شلون اسوي؟ هاي احنا وحدنا نسويها. بيفور بيكينج اوف اكريليك ان فلاسك، خلصنا مسوين جون ريليشن، نريد ندخل الدنشر مالتي اريد ادخله فلاسك. فش يقوم يسوي لي هذا التكنيشن اللي يفتهم؟ وحده يرسم لي على الكاست مكان البوزدام اريا ويحفر لي اياه، يسوي له سكراتشنج. الويدث ينزل 3.5، يعني بس 3.5 بالسنتر، بعدين يبدي يرتفع يعني الديبست بارت بالسنتر، بعدين شلوت بارت تكون بالهاميولر نوش تقريبا يوصل الى 0.5 مليمتر. زين، ولما يوصل بالميديان فلاتاين ريفي يصير الدلف مالتها 1 ملي، يعني حفرتين الهاميولر نوش تكون شلو وبالنص تكون شلو، والمكانين اللي بيناتهم راح تكون ديب. السكربر اللي راح يستعملها الوكس كاربر نفسها او الكينغسلي سكربر على مود يحفر على الكاست، واكو قسم من عندهم حتى يلزمون البير ويحفرونه بالبير، يسويها على البير على الكاست بالبير يحفر لي اياها. بس بالبير تحتاج مور سكيل، انه تكون لازم مسيطر انت على المود، ما تكون الحفره كلها نفس الثكنس، لازم مكان ديب ومكان شرا وضبط الوث مالتها. زين، طريقة اللوخ عندي extended palatal technique. هاي شو وقت هاي نسويها؟ till the patient head down and move right to left during tracing and during impression making but more extend posteriorly and technician will term it. زين، هذه احنا من شو وقت نسويها؟ هذه لما نسوي بالتريسنج العادية مالتي، لما نبدا اسوي تريسنج للبيشنت. انا قلت لك خلي لي الجرين كومباوند بالبوستيرير اريا مالت السبيشال تراي، وسوي لي هاي الموشن نفس ما انا علمتكم. حتى اذا انتبهتوا لي اكو قلت له للبيشنت مص اصبعي واني خاله الدنشر حتى يحرك السوفت بلت يرسم لي بوست دام اريا مضبوطه. زين، بعدين من ياخذ هالبيشنت من تنصب التكنيشن ياخذها مصبوبه، يحاول نفس الشكل اللي انا مطلعته بالامبريشن مالتي، يحاول نفسه يحفره على الكاست. زين، اذا لو البيشنت التكنيشن جايب لك دنشر ما بي 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 اس، شلون احنا نسوي البي بي اس بيها؟ هاي لازم احنا نسويها بالمختبر بالعياده مالتنا. شلون اسويها؟ اجيب جرين كومباوند نفسه هذا اللي اسوي بيه تريسنج، وانا اخليه بالبي بي اس اريا. زين، وهو سوفت احطه بحرق البيشنت، اسوي هاي الريفلكشن تلتنج للهيد والريفلكشن رايت وليفت، ما اعرف شنو، اكمل كل هاي الحركات. زين، حتى بوقتها من اطلع الدنشر احسه صار مور ريتنتيف، اسجل البوست دام اريا مضبوط، ارجع له بالمختبر هاك هي شو يسوي لي هو هذا التكنيشن؟ يوخر هذا الجرين كومباوند كليته ويعوض مكانه باكريليك، فيصبها للامبريشن بعدين يشيلها. من يجي يوخر الجرين كومباوند من الدنشر ويرجع الكاست اللي صب احنا، يعني هذا الدنشر مالت البيشنت حطينا عليه جرين كومباوند بوستيريورلي وحطيته بحرق البيشنت، رسم لي البي بي اس كليتها، صار هارد طلعته من حرق البيشنت، اجيت صبيته بستون. زين، صار هارد الستون، افتح الدنشر مالتي اشيله، اوخر الجرين كومباوند بوكس نايف حاره او هو نفسه اجيب عليه فليم اوخرها للجرين كومباوند. لما ارجع نفس هذا الدنشر اقعده على الكاست اللي صبيته قبل ما اشيل الجرين كومباوند، راح اشوف اكو فتحه صارت لي ورا بين الدنشر بين الكاست، كانت سابقا موجود بيها الجرين كومباوند، هذه الفتحه يترسها الي اكريليك على مود يرتب لي بوست دوم اريا. الدايمنشن بالنسبه للابعاد، شلون احدد الابعاد مالتها؟ الشيب مثل ما عرفنا شلون يكون شكلها مثل فراشه او تو كونفكس، اللي تبدينا من هاميولر نوتش، بعدين يصير بها كيرفتشر لانه عندي يعني بالنص قلت لكم البوستيرير نيزل سباين، بعدين يصير كيرفتشر ثاني وتروح
للهاميلر نوتش اللي بالجهة الثانية وسميناه نفسه كيوبيد أرو. بالنسبة للديبث مالتها وين تصير الديبث أعمق منطقة؟ منتصف المسافة ما بين الهاميلر نوتش والميديان فلاتاين ريفي مالت كل جهة، لأنه عندك أنت هاميلر نوتش منه وهاميلر نوتش منه وبنصهم الميديان فلاتاين ريفي، فآخذ كل نص على جهة، آخذ منتصف المسافة بين الهاميلر نوتش والميديان فلاتاين ريفي، منتصف المسافة بيناتهم هو تكون هذه الديبست اريا. زين بعدين يبدي الدبت مالتها يقل باتجاه الهاميلر نوتش من جهة وباتجاه الميديان فلاتاين ريفي من الجهة الثانية. هكذا الود most width at midway between the hamilar notch and median palatine rafy. زين نفسه منتصف المسافة بين الميديان بلاتان ريفي والهاميلر نوتش نفسها هي أعرض منطقة، الودث اللي بها يكون أعرض شيء بهاي المنطقة، يعني هاي المنطقة أعرض شيء والدبث مالتها أكثر شيء. زين بعدين تبدي تصير شلو حتى ينرسم لي شكل كيوبيد آرك become narrow at median palatine rafy and hamilar notch due to shape of posterior nasal spine. بقى هذه عندي آخر شي راح أخلص الديفكت اللي ممكن تصير عندي في تسجيل البوستدام اريا. زين إذا سوينا أوفر بوستدامين قلنا إيش راح يصير؟ راح يصير الدنتشر مالتي أول شي ينطيني جاجنج لأنه هذا السوفت تشو موفابل، ثاني شي لما يتحرك السوفت تشو راح يوقع الدنتشر فيقلل الريتنشن. هذا إذا كان أوفر. إذا كان أندر بوستدامين قلنا وين راح تصير النهاية؟ على هارد بلد اللي هو نون كومبريسبل تشو، ما نقدر نضغطه، راح يهمنا يزيد لنا الريتنشن، يقلل لنا الريتنشن، لأنه قلنا الميوكوزا ما يصير بها كومبريشن، وإضافة إلى ذلك إيش راح يصير؟ راح يظل عالي، ما ينضغط وينام ويا حافة التشو، راح يظل عالي لأنه جوه أكو بون يصده، عالي يعني شنو؟ يعني حركة اللسان يحس بيها أكو فد علو من ورا، يصير disturbance للبيشنت. ويعني وممكن يحس بيه. زين شلون اعرف اني اذا عندي هذا صاير الاوفر بوست دامينج؟ اوفر بوست دامينج انا ميزته من انه يسوي جاجنج للبيشنت، ومن البيشنت يعني يريد يفتح حلقه او يحرك يحكي راسا يوقع الدنشه، هذا من هو اوفر. زين هو اندر اكستنشن شلون اعرف اني؟ اكو وحده من الطرق انه شو اسوي؟ اخلي شويه مي على الفلت، على الجزء الفلت مالت الدنشه، وعلى الفيتنج سيرفيس يعني قصدي، ولبسه للبيشنت، سد خشمك وانفخ. اذا شفنا فقاعات هواء طلعت بوستيريرلي معناتها شنو؟ معناتها اني ما مسويه بوست دم مضبوطه، لانه الهواء ده يدخل بهاي المنطقه. وهاي عندي طريقه حتى اتاكد بيها لو كانت اندر اكستنشن. خد ملاحظات بسيطه، البليتال ابونيوروسز اللي هي صار فوق البون، نون موفابل بارت اوف سوفت بليت، الميديان بلاتاين ريفي if not relieved so cause midline fracture of denture or fissure or in tissue. مرات عندنا الميديان بلاتاين ريفي يكون كلش عالي زين فأحتاج أسوي له ريليف بالدنشر مالتي، إذا بقى يسوي لنا midline fracture of the يعني of the denture midline fracture. شايفتها أنا حالات بيشنت استونا ملبسينه ما مطول أقل من أسبوع يجيك مكسور بالنص لأنه الميديان فلاتاين ريفي عالي وأن أديكوت ريلي. If increased thickness at hamilar notch more pressure at trigomandibular ريفي. إذا صار عندنا more pressure تتذكروها في إحنا البوست انسيرشن كومبلين من أسوي أوفر إكستنشن على البوست دم أريا على الهاميلر نوتش هناك إيش راح يصير عندي؟ The thickness of saliva required for good retention moderate not exceed thin or not excess not excessively thick أو ربي saliva. أفضل نوع saliva تفيدني بالretention of denture لا هي الكلش فلويد والهاي كميتها يعني كمية كبيرة وفلويد بها عالية، ولا هي تكون thick وربي saliva، لا نريدها تكون وسط بين الاثنين. خلصنا احنا المحاضرة اليوم، أحد عنده سؤال؟ أحد ما فاهم شيء؟